انا هكلمكم عن خبر يخص امام عاشور. امر امام عاشور طبعا نجم فريق الزمالك السابق ولاعب ميتلاند الدنماركي، اللي دلوقتي بدات الصحافه تتكلم عن ان امام عاشور، هل امام عاشور هيعود للزمالك ولا لا. والحقيقه ان تواجد امام عاشور داخل القاهره هو اللي مدي انطباع شويه ان الناس شايفه ان امام لا، شكل امام كده هيرجع. امام عاشور كان بدا بدايه قويه جدا مع ميتلاند الدنماركي، يمكن كان حتى مبارياته في بطوله اوروبا امام سبورتنج لشبونة، وكان أداؤه الكبير جدا مع فريق ميتلاند والتسديدة الشهيرة جدا أول مباراة شارك فيها كان تسجل هدف، خلت الناس شايفة أن إمام ده مشروع لعيب جامد جدا. وعلى الحقيقة مش معترض على ده خالص، بالعكس أنا شايف أن إمام فعلا مشروع لعيب جامد جدا وممكن يكون لعيب محترف كمان مميز جدا، لكن يعني لو استحمل شوية، يعني شوية التعب اللي في بداية الاحتراف دول هم اللي بيبقوا اللعيب محتاجهم دايما. وشفنا نماذج كتير قوي من اللعيبه اللي لما بتستحمل ويعني بتيجي على نفسها بنشوف في الاخر نتائج مبهره. امام عاشور طبعا يعني صحف في مصر قالت ان الزمالك بيستطلع رايه للعوده من جديد لنادي الزمالك، والحقيقه ان في فكرتين، فكره عوده امام عاشور من جديد لنادي الزمالك او عوده امام عاشور على سبيل الاعاره لمده موسم واحد، لان الزمالك طبعا بيحاول يبني فريق قوي الموسم المقبل. ما تنسوش انه عنده بطوله عربيه مهمه جدا، حتى هتسمع الفتره دي عن اسماء صفقات كتير لنادي الزمالك. ولكن انا الحقيقه ما اعرفش راي حضراتكم ايه، لكن انا مش مع الفكره دي، يعني انا مش مع فكره ان امام يعود تاني. ما بنصدق لعيب عندنا يحترف، ما بنصدق انه ياخد فرصه، ما بنصدق انه يكون عنده فرصه انه يظهر في ملاعب اوروبا. الانتقال لدوري حتى لو كان الدوري ده صغير بيديك فرصه انك تنتقل لدوري اكبر، يخلي الناس تبقى عينها عليك. كشافين في اوروبا يا جماعه الموضوع بيبقى اسهل بكتير عليهم من الشغل في افريقيا، يعني اللعيب الناس اللي بتشتغل في السكاوت والكلام ده في اوروبا الموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل. الدوريات كلها يعني زي ما بيقولوا كده كله منفذ على كله، وكل الناس عارفه الدوريات مين اللي جامد فيها، وسهل انك تجيب ماتشاتهم وسهل انك تتابعهم. عكس افريقيا شويه بقى الموضوع صعب. طبعا انا ما اقصدش هنا بالاهلي والزمالك، لان الاهلي والزمالك حقيقه من الانديه الكبيره جدا اللي بتتابعهم دايما دول اوروبا، ولكن امام عندك فرصه كويسه جدا، اتمنى انك تستمر فيها، ويعني اتمنى ان امام عاشور يكون واحد من اللعيبه اللي تنجح فيها الاحتراف، لانه الحقيقه عنده موهبه كبيره جدا.